السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. عندنا الجديد ديال هذا المبرة، مبرة إلاستيك بريو يعني كتيري. هذه المبرة هذه كتجي في جلابة، جلابة يمكن تجي حتى في القفطان، يعني راه رطبات، التوب ديالها رطب، يعني التوب ديالها راه رطب، وكيجي في جلابة ويجي حتى في القفطان، يمكن ديري قفطان كيطلع زوين، يعني اللي بغيتي ترزيه راه كيطلع فيه حتى الطرز، يعني الطرزة كما كانت راه كتجي فيه، بالأخص الطرزة ديال الكاتفيل، يعني الكاتفيل كطلع فيه زوينة، يمكن كيجي ساهل في الطرز ديالو بالكاتفيل، كما قلنا راه كيجي في جلابة ويجي حتى في القفطان. الثمن ديال هاد المبرة هادي دايرة 35 درهم للمترو، يعني دايرة 700 ريال. هاد المبرة كاينة عند عبد الفتاح اللي كاين في سيدي بنور، يعني حدا قاسم مول التوب، جا في الباب الخلفي ديال القيادة، حدا الفرماسيون ديال الإسعاد. يعني الثمن ديال هاد المبرة دايرة 35 درهم، وكاين حتى كيبيع حتى الجملة حتى هي، مثلا اللي بغا ياخد واحد العدد كتير يعني راه غادي ينقص في الثمن، يعني اللي بغا مثلا الرقم ديال الهاتف ديالو يكتبوا لي في التعليق وانا غادي نحطو ليه. يعني كما قلنا هاد مول التوب راه كاين في سيدي بنور. بالنسبة للناس اللي كيشوفوا أول مرة هاد القناة، يعني ما تنساوش تشتركوا معنا، يعني اللي كيعجبوكم بحال هاد الفيديوهات ديال الموديلات ديال الأتواب، يعني راه ديما الجديد كنحطو في هاد القناة هادي، يعني فيما كيدخل شي توب جديد كنحطوه، كنكونو سباقين باش نحطو الموديلات ديال التوب وحتى الموديلات ديال الجلاب والقفطان المغربي، يعني الموديلات في الخياطة وفي البصالة، يعني دائما الجديد. ما تنساوش تشتركوا معنا في القناة وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا إن شاء الله بكل ما هو جديد في عالم الأتواب والخياطة والبصالة إن شاء الله. ما تنساوش تبارطاجيو الفيديوهات مع الأصدقاء ديالكم في المواقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك وانستغرام وواتساب، وما تبخلوش علينا بالتعاليق ديالكم، يعني خليو البصمة ديالكم في الفيديو سواء بتعليق أو بالضغط على زر الإعجاب، زر لايك، يعني هذا كيشجعنا باش نبقاو إن شاء الله دائما نحطو الجديد الجديد فعلا كما قلنا العالم القفطان المغربي والتكشيطه والجلابه. يعني كما كتشوفوا هاد المبره هادي راه زوينه، كطلع في الجلابه ديالها وحتى القفطان، لكن عنده الوان زوينين، الوان زوينه كتجي في الجلابه وحتى في القفطان كما قلنا. يعني التوب ديال هاد المبره هادي كيطلع في الجلابه ويجي حتى في القفطان، يعني التوب ديالها رطب وطايح، يعني في اللبس ديالو كيجي يعني كتجي فيه الفصالة مثلا اللي بغيتي ديريها ايبازي، يعني كتجي فيه هادي زوينة، وحتى في القفطان مثلا القفاطن الا بغيتي ديري قفطان يعني هذيك الفصالة ديال الحوتة يعني راه كطلع فيه هادي حتى هو زوين، يعني كتجي فيه كيجي شوية في الفصالة ديالو مزيان، احسن من التوب الا كان مثلا ما كيتيريش، يعني التوب ديالو راه طايح ورطب كطلع فيه الخياطة، يعني مثلا قفطان غديريه بالصم تخيطي بالسيفة ديال الصم، يعني يجي فيه حتى الطرزة، الطرزة مثلا بغيتي ديريها بالكاتفيل يعني يطلع فيه مزيانة. هذا هو المحل ديال عبد الفتاح، يعني جميع الأتواب اللي بغيتي غتلقيه عنده، يعني كما قلنا راه كاين في سيد بنور حدا الباب الخلفي، في الباب الخلفي ديال القيادة اللي كاين حدا لابريكاد، يعني هذا هو المحل ديالو، يعني جميع الأتواب كاينين إن شاء الله، يعني جوهرة المبرة المليفة يعني كاشمير داكشي اللي بغيتو غتلقوهم. شكرا لكم على المشاهدة وإلى اللقاء في فيديو جديد إن شاء الله. السلام عليكم.